وزي ما انت ما شايف كده صعب. القوائم الرئيسية حاجة احترافية جدا، ومعانا هنا بقى القوائم بتاعة اللعبة، وهنا معاك بقى سوق الانتقالات كامل باخر الانتقالات والاطقم. هل شفتها صعب في بداية الفيديو؟ دريم ليج مود دوري ابطال اوروبا باخر الانتقالات والاطقم واللعيبة، وبقوائم احترافية جدا، وبحجم صغير 300 ميجا بس، وبروابط مباشرة هسيبها لك كلها في الوصف. بس في البداية كمل الفيديو من الاول لغاية الاخر عشان اعرفك ازاي تثبت اللعبة، لان طريقة التثبيت مهمة جدا عشان تقدر تشغل اللعبة معاك بكل سلاسة. طبعا صعب في البداية ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وركز معايا. طبعا روابط الملفات كلها اللي انا هيتم الشرح عليها هتكون في الوصف، وطبعا برنامج فك الضغط اللي احنا هنثبت بيه اللعبة. فيلا بينا على طول من غير ما نطول كتير، نخش في طريقة التثبيت. يلا بينا. انت مش شايف كده صعب، هنخش على برنامج فك الضغط اللي هيكون رابطه في الوصف، وهتحمل الثلاث ملفات دول اي بي كي وبي بي داتا. هنثبت ملف الاي بي كي على طول، هنثبته انا ثبته فمش هثبته تاني خلاص كده. بعد كده هروح على ملف اسمه الداتا، هنروح نخش عليه. بعد كده هناخد الملف اللي جوه ده ضغط مطوله نسخ، بعد كده ذاكره الهاتف، بعد كده اندرويد، بعد كده داتا. تضغط على الدايره الخضراء اللي تحت هنا ديت، وبعد كده صعب نروح على ملف الاو بي بي هنضغط عليه. بعد كده ناخد الملف اللي جوه ده ضغطه مطوله نسخ، بعد كده ذاكره الهاتف اندرويد او بي بي، ونضغط على الدايره الخضراء ديت. بعد ما يخلص استخراج مش هقدر اقول لك غير الف مبروك، اللعبه هتشتغل معاك بدون اي مشاكل يا صاحبي. طبعا كل الروابط الملفات اللي انا شرحتها والبرنامج فك الضغط هيكون في الوصف، فعملهم وثبت اللعبه بنفس الطريقه اللي انا شرحتها دلوقتي. مبروك عليك اللعبة، يلا بينا على طول نخش لاستعراض اللعبة، يلا بينا. بص بقى صاحبي على القائمة الرئيسية بتاعت اللعبة، حاجة احترافية جدا، ودي هنا معاك الاونلاين معاك. وبعد كده بقى تعالوا نشوف القوائم بتاعت اللعبة، ومن جوه الكارير مود والاعدادات بتاعت اللعبة. زي ما انت ما شايف القوائم احترافية جدا، وكمان اللعبة باخر انتقالات والاطقم. هنشوف كل حاجة مع بعض دلوقتي. تعالوا نشوف التشكيلة. زي ما انت شايف التشكيلة، تقدر بقى كمان يعني لو مش عجبك التشكيلة تقدر تشتري اللعبة اللي انت عايزه من قائم الانتقالات هنا باخر انتقالات والاطقم. وزي ما انت ما شايف اوجه اللعبة كمان رائعة جدا ومحسنة. ونروح للجيم بلاي من غير ما نضيع وقت، على طول نضغط بلاي ونشوف كده بقى الجرافيكس بتاع اللعبه من جوه عامل ازاي، ونستمتع بشكل اللعبه. وزي ما انت ما شايف يا صاحبي حاجه كده تحفه الصراحه، انك تشوف الشكل ده قدامك. وهنا دخلت اللعبه اهوت، وهيبدا بقى يعرض لك تشكيله اللاعبين من غير تضيع وقت. نشوف يا صاحبي على طول الجيم بلاي، حاجه تحفه الصراحه. زي ما انت ما شايف الهجمه دي، تعالوا نشوف كده اللي هيحصل ايه. يلا 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 شوت يا صدار حارس. اتمنى تكون اللعبه عجبتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك. بس كده صاحبي، كان معكم معاذ. السلام عليكم.